واتس اب يوتيوب، انا معاكم فيديو جديد على قناه ديجيتال توب. النهارده استاذ حط اللايك والشير والسبسكرايب للشاشه عشان يوصلك كل جديد. طبعا انت حابب تحصل على كورسات، في كورس توزيع مزيوك، في كورس هندسه، طبعا لينك الكورسات سيبك تحت الكورسات اسفل الفيديو التفاصيل عنها. تقدر تكلمني واتساب وتحصل على الكورسات ديت وبسعر كويس جدا. لو حابب تحصل على بريسيتس فلاتر ايا كان كله متوفر. طيب خلينا نشوف فيديو النهارده. طبعا فيديو النهارده جاي نقول لك ازاي تضيف بلجنز على الاف ال ستوديو، تمام؟ ازاي تضيف بلجنز على الفروت لوبس او برنامج اللي اسمه الاف ال ستوديو. طبعا في منه كذا اصدار، فكل الاصدارات متشابهه ولكن بس في حاجات بسيطه مختلفه، تمام؟ ولكن انا النهارده هقول لك ازاي تضيف بلجنز. تمام، عندك هنا تيجي تروح على الميكسر، الخانه دي تمام اللي هي الميكسر اللي فوق بالظبط هنا، هتفتح لك الخانات دي كلها بالظبط. بعد كده هتعمل ايه؟ هتضغط هنا على سلوت مثلا 1 2 ان كان اي حاجه من هنا، تضغط هيطلع لك كل دول، كل دول طبعا فلاتر انا ضايفهم. انت بقى تعمل ايه؟ مور بلجنز عشان تدخل فلتر جديد او اي بلجن جديد، تمام؟ يفتح لك الخانه دي، كل دي فلاتر، تمام؟ تقدر تبحث هنا في الفايند اللي تحت دي، تمام؟ فاحنا هنا هندوس مانج بلجنز اللي تحت على اليمين. طبعا مانج بلجنز ده بتفتح لك الخانه دي، الخانه اللي انت شايفها دي دلوقتي دي اللي انت بتعمل منها ريسيرش على البلجنز، تمام؟ يعني انت مثلا عندك هنا سطبت بلجن جديد، فانت هتضطر ان انت تعمل ريسيرش عشان تقدر ان انت تفايند البلجن اللي اتسطب دوت او البلجنز عموما. فخلينا نشوف هنا هنعمل سيرش منين. عندك هنا فايند مور بلجنز، هتضغط على فايند مور بلجنز اللي هو الخيار اللي انا عليه دلوقتي دوت اللي ظهر قدامكم على الشاشه، تمام؟ هتضغط على الخيار دوت. بعد كده اوريدي هتعمل ايه؟ هتسيبه يقعد يعمل ريسيرش، هيبحث مع نفسه. بعد كده هتعمل ايه؟ بعد ما يبحث هتطلع، تمام؟ هتدخل مور بلجنز تاني، تمام؟ هتبحث بقى هنا على اسم البلجن ايا كان، مثلا بلجن مثلا اسمه افكت، اسمه مثلا كومبريسور سي ال اي مثلا، مثال بسيط، هات سي ال اي. فانت هيظهر لك هنا البلجن اللي انت اضفته بس كده، ويكون انت كده قدرت ان انت تضيف البلجنز بطريقه سهله جدا بعد التسطيب على برنامج الاف ال ستوديو. فبس كده، لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تحط اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بس كده، كان معكم جي دي كوم كارج دكتور، فسلام.